الوقفة ديالنا اليوم هو إضراب لمدة 48 ساعة، هذا إضراب إنذاري نفذنا من خلاله وقفة أمام جماعة الدار البيضاء. السبب راه واضح، هذه 14 شهر وحنا كنناضوا من أجل الملف المطلبي ديالنا. الشركة ديال أفيردا استجبات وقطعنا أشواط في المفاوضات، وصلنا للحل النهائي حول الملف المطلبي. بقى اليوم التوقيع، التوقيع مرهون بالموافقة ديال عمدة مدينة الدار البيضاء رئيس المجلس الجماعي. علاش ما بغاش يخلي الشركة توقع معنا؟ الله أعلم، حنا ما عرفناش. ولكن بالنسبة لنا كعمال اليوم الضرورة كتدعي على أن هذا الملف خصو يخرج، وهاد العمال خصهم يستافدوا، لأن ما غاديش نبقاو نقولوا ديك الهضرة ديال كيستحقوا وكذا. الساكنة البيضاوية وعموم الشعب المغربي عرفنا كعمال النظافة، يبان الفترة والأوج ديال المرض ديال جائحة كورونا كنا متواجدين في الصفوف الأمامية وكنا معرضين للمرض بشكل كبير، وهذا تلبية للنداء الوطني والواجب الوطني ديالنا. كان خصنا نكونوا متواجدين في الميدان. اليوم خص العمدة يعطي لهاد الناس حقهم. اليوم العمدة إلا كانت شي حسابات أخرى خصنا حنا كعمال ما نأديوش الفاتورة ديالها وما نأديوش الثمن ديالها. كاين تفاوض مع الشركة ديال أفيردا، وصلنا لاتفاق خصو يخرج للوجود. الملف المطلبي كيتشكل هو عبارة عن اتفاقية جماعية اللي تفاوضنا فيها مع الشركة ووقعنا في شهر 7 ديال 2019 البداية ديال النقاش. وصلنا في شهر 2 ديال 2020 لاتفاق نهائي، فيها الاتفاقية الجماعية فيها شطرين، الشق القانوني والشق المادي اللي فيه مطالب وفيه زيادة للعمال كتراوح ما بين 300 سمعتوا لي ما بين 450 حتى 500 درهم لجميع العمال. هذيك المطالب هي اللي خصها تخرج للوجود اليوم. حنا كورونا كنتلقاوها بيدينا، حنا كنهزو كمامات على يدينا، كنهزو اي حاجه، حنا اي حاجه كنخرجوا كنديروها. ودابا المشكل ديالنا هو كيعطلونا في هذا الخلاصه هذا، والمشكله ديال المرسمين كنتعطلوا، يعني الموقتين امتى غيتخلصوا حتى هما؟ يعني حنا كنتخلصوا قبل منهم وحنا باقي ما تخلصناش، هاد الموقتين امتى؟ ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.